نشرة رياضية من الجزائر الدولية، أهلا بكم. يخوض ممثل الجزائر شباب الوزداد آخر مباراة له في منافسة كأس الملك سلمان للأندية العربية عندما يلاقي نادي الكويت الكويتي الخميس بمدينة ضمك السعودية لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة. فبعد سقوطه في الجولتين الماضيتين أمام رجاء البيضاوي والوحدة الإماراتي، يأمل النادي الجزائري في إنهاء هذه المسابقة بفوز على حساب الكويت الكويتي. وفي مباراة أخرى تتجه الأنظار إلى قمة الزمالك المصري والنصر السعودي، ويحتل النصر صدارة المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن نادي الشباب السعودي، أما الزمالك فيأتي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط. قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه اتحاد جدة السعودي لتحقيق ثالث انتصار له في البطولة بعد الفوز على نادي الشرطة العراقي بهدفين لهدف. وحقق بنزيما ورفاقه ثالث فوز لهم في كأس العرب، ليتصدر النادي الاتحاد المجموعة ليصبح أقوى وأبرز المرشحين للفوز بكأس العرب. وأصبح النجم السابق لريال مدريد هداف البطولة بتسجيله ثلاث أهداف في ثلاث مباريات متتالية. هذا وتأهل الدولي الجزائري بغداد بونجاح رفقة فريقه السد القطري إلى ربع نهائي كأس العرب للأندية في صدارة المجموعة الثانية برصيد 70 نقاط بعد فوزه في المواجهة الثالثة على أهلي طرابلس الصليبي بهدف دون رد. وضمن نفس المجموعة عبر إلى الدور ذاته الهلال السعودي بعد احتلاله المرتبة الثانية بأربع نقاط، وجاء تأهل الهلال بعد تغلبه على الوداد البيضاوي بواقع هدفين لهدف. بات الهلال السعودي ثاني أكبر النوادي العالمية في كرة القدم إنفاقا على شراء عقود اللاعبين في الانتقالات الصيفية الجارية بعد وصول المبالغ التي دفعها الفريق السعودي لأكثر من 178 مليون يورو خلف نادي أرسنال الإنجليزي الذي أنفق 231 مليون يورو فاصل 6. انضم إلى الفريق السعودي كل من روبن نيفيس مقابل 55 مليون يورو، خليد كوليبالي مقابل 20 مليون يورو، سيرجي سافيتش مقابل أكثر من 40 مليون يورو، ومالكو مقابل 60 مليون يورو. رد الدولي البرتغالي روبن نيفيز لاعب فريق الهلال على التصريحات التي أدلى بها الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، والتي أكد فيها أن اللاعبين يذهبون للدوري السعودي من أجل التعاقد. وقال روبن نيفيز في تصريحات إعلامية أن الدوري السعودي في طريقه لأن يكون واحدا من أقوى الدوريات في العالم، وأن نجوم كرة القدم لم تأتي إلى الدوري السعودي للتعاقد أو للتقاعد. أصبحت الحكمة هبة سعدية أول فلسطينية تشارك في تحكيم مباراة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم للسيدات. وشاركت الحكمة الفلسطينية ضمن طاقم تحكيم مباراة إنجلترا والصين لتصبح أول امرأة فلسطينية تحكم في مباراة ضمن التصفيات النهائية للمونديال. وتولت هبة سعدية مهمة الحكمة المساعدة على خط التماس في المباراة التي فازت بها إنجلترا على الصين، ولم تسجل أي مشاركة ولم تسجل أي مشاركة سابقة لحكم فلسطيني أو حكمة فلسطينية في نهائيات كأس العالم للرجال أو للسيدات. أسدل الحارس الأسطوري جيان لويجي بوفون حارس مرمى منتخب إيطاليا ويوفنتوس سابق الستار على مسيرته الكروية وأعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي. قرر اعتزال بوفون جاء لينهي مسيرته مع نادي بارما الذي بدأ فيه مشواره في الساحل المستديرة. الأخطبوط الإيطالي أو العنكبوت كما يحلو لعشاق اليوفي تسميته، جيان لويجي بوفون اسم وضع الكثير من المهاجمين داخل قفازاته. بوفون مسيرة حارس اسمه فوق كل منافسيه. انطلاقته كانت من بارما قبل 26 عاما ليحط الرحال في أحضان السيدة العجوز يوفنتوس عام 2001 لينسج مع البيانكونيري قصة وفاء دامت لعقدين من الزمن، توج فيها بلقب الدوري الإيطالي 10 مرات
وبقي معه حين أنزل إلى الدرجة الثانية موسم 2006-2007 بسبب قضية ما يعرف بالكالتشيوبولي. عزز مكانته لدى مشجعي النادي قبل أن يرحل إلى الدوري الفرنسي ويخوض تجربة مع نادي باريس سان جيرمان، وفي مروره الوجيز عام 2019 أحرز لقب الدوري الفرنسي ليعود إلى نادي بداياته بارما المنافس حاليا في الدرجة الثانية. جيجي يعد أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى ب 657 مباراة، ومع المنتخب الإيطالي قاد نيراتزوري إلى إحراز لقبه الرابع في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، فبات آخر اللاعبين المعتزلين من تلك التشكيلة الذهبية. بوفون، مسيرة زاخرة لأسطورة توج بالمونديال وحرم من دور الأبطال. 45 سنة، مسيرة طويلة توج خلالها بالألقاب والإنجازات الفردية والجماعية، سواء تعلق الأمر مع الأندية التي لعب لها أو مع منتخب بلاده، ليصنف بذلك في قائمة أفضل اللاعبين بمركزه في تاريخ اللعبة. جانلويجي بوفون اسم سيخلد في دفاتر التاريخ بحروف من ذهب لم تلامس أنامله سوى كرة القدم، فتربع على عرش أفضل حراس المرمى. انتهت المواجهة الودية التي جمعت بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-3 لصالح النادي البافاري في اللقاء الذي جمعهما تحسبا لموسم الكروي الجديد. واستطاع ريتس أن يتقدم بهدفين مبكرين عن طريق الهولندي جاكبو قبل أن يضيف فان دايك الهدف الثاني، وفي الدقيقة 33 نجح سيرجي جنابري في إدراكة الهدف الأول للبايرن قبل أن يسجل لراوساني هدف التعادل. وعند الدقيقة 66 نجح ليفربول في التقدم من جديد عن طريق لويس دياز، وجاء رد البايرن بعدها عن طريق ستانيسيتش قبل أن يسجل البافاري الهدف الرابع عن طريق اللاعب فرانس كراتسيك. توج المنتخب الجزائري لتنس الطاولة لفئة أقل من 19 سنة بالميدالية الذهبية حسب الفرق خلال المنافسات البطولة العربية للأمم بمدينة السليمانية بالعراق التي انطلقت يوم 27 جويلية وتستمر إلى غاية 4 أوت الجاري. وفازت عناصر المنتخب الجزائري لأقل من 19 سنة باللقب العربي حسب الفرق بعد تغلبها على المنتخب السعودي في اللقاء النهائي. من جهة أخرى توج المنتخب الجزائري أقل من 13 سنة بالميدالية الفضية بعد تعثره في النهائي أمام المنتخب المصري. حقق الجزائري أسامة الخنوسي الميدالية الأولى للعرب في دورة الألعاب الجماعية العالمية بالصين خلال اليوم الخامس من المنافسات، وحصد الخنوسي الميدالية البرونزية في رمي القرص بمنافسات ألعاب القوى. وتأتي الجزائر التي تشارك في البطولة ببعثة قوامها 68 فردا في صدارة الدول العربية 11 المشاركين في البطولة، في حين تحتل المرتبة 39 في جدول ترتيب البطولة بعد اليوم الخامس، حيث لم تحقق أي دولة عربية أي ميدالية حتى الآن. وصلنا إلى ختام النشرة الرياضية، للمزيد تابعونا عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.